وعودة مشاهدينا إلى منتدى مسك العالمي، وينضم إلينا زميل سلمان القرني. أهلا بك سلمان. أهلا بك مريم. نعم، نحن من منتدى مسك العالمي في نسختها الثانية. كما تعلمين انطلق المنتدى اليوم بحضور كثيف جدا، شهدنا حضور من شباب وشابات الأعمال وكذلك من رجال أعمال في المملكة، من كذلك المحيط السعودي وكذلك من خارج المملكة. شهدنا حضور كذلك عالمي من كبرى الشركات العالمية. المنتدى في عنوانه مواجهة تحدي التغيير، كذلك يأتي هذا في ظل أنه شهدنا شركات تكنولوجيا وتقنية أجنبية حاضرة في هذا المنتدى، وكذلك للبحث والاستكشاف عن الفرص الموجودة ودعم شباب وشابات الأعمال الموجودين وكذلك تهيئة البيئة الاستثمارية لهم في المملكة. كذلك شهدنا شركات عالمية مثل شركة مايكروسوفت وأمازون وإنتل والعديد من الشركات التكنولوجية. اليوم شهدنا كذلك العديد من الجلسات انطلقت في منذ الصباح الباكر منذ الساعة 9، العديد من الجلسات كان من أهمها مواجهة التحدي بالنسبة في مجال الأعمال وفي الأعمال كذلك الجديدة. كذلك يأتي هذا في ظل أنه انطلق المنتدى بالعديد من جلسات العمل والتي تستمر لمدة يومين، وكذلك تستمر اليوم بالعديد من ورش العمل والتي تتحدث عن أهمية تهيئة البيئة الاستثمارية، كذلك البعيد عن الاستثمار في الأعمال أو القطاعات التقليدية سابقا التي يتم الاستثمار فيها، ويتم الاستثمار حاليا في قطاعات تكنولوجية، البحث عن العلوم، الابتكار، التكنولوجيا، التقنية. يأتي هذا المنتدى في ظل أنه يجمع عبر هذه المنصة العديد من شباب وشابات الأعمال ويجمعهم بالقياديين الكبار والتنفيذيين من كبرى المؤسسات العالمية والتكنولوجية من داخل وخارج المملكة. يسرني للحديث أكثر أن أرحب معنا هنا في هذا المنتدى برئيسة لجنة البيئة في مدينة في غرفة جدة بالأستاذة دينا. تفضلي أستاذة دينا. نعم، بداية أسألك عن هذا المنتدى وكذلك عن أهمية البيئة وهو اتجاه للمنتدى الاستثمار فيه. ما شاء الله، جلوبال فورم يعني مسك مغطية حقيقة بيلرز رئيسية في الآن الاستدامة. كمان الاستدامة هي موضوع كبير جدا، ولكن إحنا نحب نسلط الضوء على الاستدامة البيئية. أمس كان في الافتتاح كان المدير التنفيذي لنيوم CEO أتكلم في نقطة مهمة جدا، إنه هذا المشروع الجديد يجب أن يبنى على أسس بيئية صحيحة عشان تكون مستدامة، وعشان هذا المشروع اللي حيفتح أبواب استثمارية جديدة للشباب وللشابات والفرص الاستثمارية في المجالات البيئية من ترشيد الطاقة، من ترشيد المياه، من الاستدامة في البنية التحتية، يعني مشاريع البنية التحتية اللي تعمل على استدامة هذه المشاريع، وبالتالي استدامة الحياة الرفاهية الجميلة اللي احنا كلنا الآن نتمناها، واللي مسك فاونديشن بتنادي بها وبتدور على بحث في الانوفيشن، شيء تطوير، اي شيء فيه تطوير. وزي ما تفضلت انت التكنولوجي، لابد انه احنا نحافظ كمان على البيئة المحيطة لنا، ولا نعمل على ان احنا نبني في هذه المشاريع بدون الوعي الكامل في كيفية المحافظة على البيئة السليمة لها. طبعا هذه المشاريع والاستثمارات في هذا المجال هو شيء من المشاريع الآن اللي هي تعتبر الجديدة في مجتمعنا السعودي أو في البيئة السعودية، ليس لأن هي ما كانت مهمة، ولكن لأنها يمكن ما كان مسلط عليها الضوء. في رؤية 2030 حنلاقي أنه في عدد كبير من الأهداف اللي في الـ KPIs اللي هي في المؤشرات الأداء نلاقي تفاصيل قد تكون مذكورة باسم بيئية، وقد تكون هي يعني يمكن ليس مسمى واضح لها، ولكن كل ما له علاقة بترشيد الطاقة والمياه والتقليل من التلوث البيئي، وبالتالي معناته المحافظة على بيئة صحية سليمة آمنة للمجتمع بشكل عام، من الناحية الصناعية ومن الناحية المجتمعية بشكل عام. نعم، في ظل انه اطلاق العديد من المدن الواعده لدينا في المملكه، كانت مدينه نيوم اخيرا، قبلها مدينه القديه، مشروع البحر الاحمر. السؤال، كيف لمستم التركيز على مشاريع التنميه المستدامه والبيئه كونها مطلب اساسي للاستثمار في المستقبل؟ نعم، هي ذكرت حقيقه في كثير، وعلى سبيل المثال مشروع الريد سي، مشروع ضخم جدا وحيكون بيبنى على منطقه فيرجن لم تسبق انها يستثمر عليها، فبالتالي احنا نتكلم على يمكن تقريبا عدد كبير جدا من الجزر الطبيعية، فيها المرجان الطبيعي، فيها الأسماك والحياة البحرية النادرة
واللي يعني تتميز فيها البحر الأحمر. فلا بد إذن إن إحنا لما يبنى إن شاء الله هذا المشروع الرائع اللي هو الترفيهي الساحلي، لا بد إنه إحنا نحافظ على هذه الجزئية بحيث إنه إحنا نستقطب أكبر عدد كمان من الجهات أو الأشخاص من العالم، إنه كتوريزم وكسياحة، بس سياحة لا بد إنه إحنا نحافظ عليها كمحمية. فبالتالي نرجع نقول مرة تانية، هذه الجزئيات قد تكون ما سلط عليها الضوء بما فيها الكفاية، ولكن هذا بيفتح مجالات عمل كثيرة جدا، استثمارات من هذا النوع تحديدا لازم أنها تبنى في البداية على أسس بيئية سليمة، وبالتالي معنى أنه يسوى شيء اسمه environmental baseline، دراسات بيئية، دراسات تعنى بدراسة البحر والتربة والهواء في المنطقة قبل ما يبدأوا في توجيه المشروع وكيفية التنفيذ نفسها، عشان نحافظ على هذه المنطقة الجميلة. وبالتالي برضو هي سبحان الله تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، جذب السياحة الأجنبية، جذب الجلوبال بشكل عام، يعني أي أحد من الخارج ومن الداخل يصير في عندهم الاهتمام وفي عندهم الرغبة في تنفيذ المشاريع من هذا النوع في 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 مملكتنا الحبيبة. والقطاع السعودي أو الشباب السعودي كمان لازم إنه هو يبدأ يستثمر في الجزئية هذه، ويبحث على الشركات الأجنبية اللي عندها النوهاو عشان تمكن نفسها، وإن شاء الله بعد كذا إحنا نتمكن من أننا نقيم أي شيء بنفسنا. نعم مريم، كانت معنا دينا النهدي وهي رئيسة لجنة البيئة في غرفة جدة، واللي تحدثت عن الاستدامة البيئية وأهمية الاستثمار فيها، وكذلك أنه كمجال جديد يتم طرقه ودعوة الشركات الأجنبية للدخول والاستثمار في هذه الفرص الموجودة في السوق السعودي. نعم إليك مريم. شكرا لك زميل سلمان، كنت معنا من منتدى مسك العالمي، شكرا لك ولضيفتك الكريمة.